خلينا النهارده نبدا بحضراتكم زي ما احنا عارفين خلاص، يعني كلنا مترقبين المباراه النهارده للاهلي امام فاركو، هتكون على بلعه طبعا الاسكندريه، ده في الساعه 8 تحديدا. طيب كلنا يعني عندنا كده يعني امل وعندنا احساس ان احنا خلاص يا رب نحافظ على الصداره الموجوده لاستعاده اللقب مره ثانيه، لان ده حقنا وده اللي احنا نعرفه، النادي الاهلي هو ده اللي معودنا عليه، طبعا الى جانب ان احنا كمان نكمل منافساتنا القاريه واحنا مرتاحين البال، لان ده اكيد بيؤثر على ده. فان شاء الله ان شاء الله الفريق النهارده يفرحنا ويكون فيه كمان يعني لعب على الارض جيد جدا. انا دايما من الناس اللي بتحب ايه النتيجه تبقى جيده، بس في نفس الوقت كمان اللعب يكون جيد. عايزين نحافظ مره ثانيه على الصداره، يعني زي ما كنت بتكلم بجانب الاستمرار في انتصارات المحليه بعد الفوز الكبير طبعا على المقصه، زي ما احنا شفنا كانت مباراه عظيمه جدا، عشان نعوض بقى الخساره امام سان داونز في دوري ابطال افريقيا. يعني نفسيا انا هنا هتكلم يعني يا كريم على الشق النفسي طبعا. يعني اكيد هيبقى ليه عامل كبير جدا وهيبقى ليه دفعه كبيره جدا عشان يقدروا كمان يستعيدوا او يستعدوا بعد كده عفوا للمريخ السوداني بمعنويات ايضا مرتفعه. اللعيبه امبارح خليني اقول لحضراتكم هم خلاص دخلوا معسكر مغلق في الاسكندريه بعد ما ادوا التدريبات خلاص، يعني تدريبات بدنيه ومتنوعه، وكمان عايز اقول لحضراتكم ان هم شاركوا فيها جميع اللاعبين الحمد لله. المره دي ما بتتكلمش ان في لاعبين ما شاركتش يا كريم، لاول مره من هذا الموسم كل اللعيبه بتشارك عبر كان ثلاث مجموعات. بالتوفيق بقى للاهلي، وعايزين تاني نرجع نشوف مباراه حلوه النهارده، يعني عايزين نشوف الاهلي زي كده المباريات اللي فاتت زي ماتش المقصه وغيره، الاداء الحلو يا كريم مش بس النتيجه الحلوه. ده اللي كلنا بنحلم بيه وده اللي كلنا متوقعينه من النادي الاهلي، وهنعتبر ان اي يعني كبوه فاتت فهي كبوه مجرد كبوه، لكن هكذا هو حال الابطال دايما، يعني دايما مفيش حد في الدنيا لا يتعثر في مشوار الوصول الى اي بطوله منشوده.